بعدي. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى مستمعين مستمعي ألف ألف أفهم الموجة السعودية، مستمعي برنامج طبابة ألف اللي بيجيكم يوميا من الأحد الخميس بإذن الله، معايا أنا نهى سعدي من الساعة 1 للساعة 2 بعد الظهر. من هنا طبعا أقول لكم أنه برنامج طبابة ألف ما بيستضيف إلا النخبة، والنخبة فقط من الأطباء المختصين في مجالاتهم على حسب الحلقة وموضوعها والمجال المطلوب الحديث فيه. خليني أقول لكم كيف تقدروا تتواصلوا معنا. أول حاجة، إذا معك آيفون، معك آيباد، معك أي جهاز نظامه iOS، أدخل على متجر أبل أو أب ستور، حمل تطبيق ألف ألف أف أم. إذا معك جهاز نظامه أندرويد، أدخل على جوجل بلاي، حمل نفس التطبيق فيسبوك، تويتر، إنستغرام، قناة اليوتيوب، كلها على نفس الحساب ألف ألف أف أم. سناب شات على ألف ألف أف أم لايف. زي ما قلت لكم، فيسبوك، تويتر، إنستغرام، قناة اليوتيوب، كلها على نفس الحساب. عشان اللي حاب يسمع الحلقة بعد كده يسمعها كاملة، ما حيقدر يكملها معانا، حلقة خلال ساعات حتكون موجودة كاملة على اليوتيوب. تقدر تتصل مباشرة وتتحاور مع طبيبنا اليوم على 012-616-1100. تقدر ترسل رسالة على الواتساب، رسالة مجانية، تحط فيها استفسارك أو تقول كلموني زي ما تحب على 055-66-89-01 055-66-89-001. اليوم معنا من مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب، استشاري تخدير الدكتور عمر عيتاني، وحيكلمنا اليوم على التخدير. أنا عارف أن التخدير من الأشياء اللي تخوف مرة كثير، تخوف ناس مرة كثير، تحطهم في مأزق أمام أي إجراء جراحي، وتكون يمكن هي السبب حتى في حدوث مضاعفات، بس أنه خايف يأخذ هذه الخطوة أو خايف من هذه بالأصح هذا الإجراء تحديدا خلال العملية. أول حاجة نرحب في دكتور عمر. دكتور عمر، كيف حالك؟ السلام عليكم. الله يسلمك. الحمد لله. كيف نهارك؟ إن شاء الله طيب. الحمد لله، والله ماشي الحال. الله يسعدك. خلينا أول حاجة نقول للمستمع إيش هو التخدير، إيش هي فكرة التخدير، نعرفه. هو طبعا حالة التخدير هو الحالة اللي بنحط فيها المريض تنسمح بإجراء عملية جراحية بشكل آمن. يعني بنخلي الجراح يقوم بعمله بشكل انه المريض يكون ما بيقدر، ما بيتحرك، ما بيحس بالالم، وبيكون غايب عن الوعي، وحتى يمكن ما يتذكر الشيء اللي حصل معه، لانه طبعا هذه الذكريات منا حلو، الواحد لازم يتذكرها. اي طبعا. فهذا التخدير بشكل عام انه نضع المريض بحاله غيبوبه مفتعله لنقدر نجري عمليه جراحيه بشكل امن وبشكل بدون ما ياثر على المريض، لا خلال العمليه ولا بعد العمليه. دكتور، من فين بتيجي، من وجهه نظر حضرتك طبعا وخبرتك، من فين بتيجي المخاوف اصلا، من فين صدرت المخاوف للتخدير؟ يعني ليش ما بيعاملوا المريض زي الاجراء نفسه؟ ليه مستعد يعمل اجراء جراحي صعب جدا لكن هذه المنطقه بتكون مخيفه بالنسبه له؟ اجمالا هن الناس بتخاف كثير من التخدير. احيانا في اشخاص بيجونا على العياده بيكونوا مش خايفين من العمليه بحد ذاتها، ولكن خايفين من التخدير، وهذا بسبب الشعور انه للشخص هذا انه هو حيفقد السيطره على جسمه او على حاله وعيه. هذا شيء مخيف للصراحه، مخيف للناس، وهذا يدخل في دور طبيب التخدير ليبث حاله الاطمئنان عند المريض ويجاوبه على كل الاسئله او الاشياء المخاوف اللي هو خايفان منها. وهذا دور طبيب التخدير. عشان هيك نحن اي انسان ممكن بده يتعرض لعمليه، الا اذا كانت عمليه طارئه وهو مش واعي، لازم يكون بزياره بعد ما يحدد العمليه، يظهر يروح على زياره لطبيب التخدير ليتعرف عليه ليحكي معه. هو بيطلبها دكتور ولا هو ده مع الاجراءات بتكون؟ لا، هذه اجراءات روتينيه مع العمليات بعد ما يقابل طبيب الجراحه ويتفق معه انه في عمليه جراحيه رح تحصل. فطبيب الجراحه بيطلب
من المريض انه يروح يقابل طبيب التخدير. هون دور طبيب التخدير هو يعني هو هذا للصراحة يعتبر الجندي المجهول فعليا بهالحالة لأنه طبيب التخدير هو طبيب مثله مثل الجراح للصراحة. أكيد. وهو درس الطب العام كلياته وعمل اختصاص، الاختصاص التخدير هو 5 سنوات بعد الطب العام، وبعد الطب بعد التخدير كمان عمل الاختصاصات الدقيقة بالهذا، لأنه التخدير هو يشمل كل شيء، يشمل يعني طبيب التخدير هو بده يكون ملم بكل الاختصاصات، منها الأطفال، منها النسائية، منها الجراحة العامة، منها جراحة العين، منها الغدد الصماء، منها يعني طبيب التخدير بده يكون ملم بكل معلومات الأمراض اللي ممكن تحصل بجسم الإنسان بكل الاختصاصات الطبية، وبالتالي هذا بيجعل منه اختصاص شامل وصعب إنه واحد يقدر يعرفه كلياته. عشان هيك كان بكل بعد ما يخلص اختصاص التخدير بده يعمل اختصاص داخل الاختصاص، يعني في اخصائية تخدير مثلا تخدير الأطفال، في اخصائية في تخدير النسائي النساء والولادة، في اختصاص عملية القلب، في اختصاص الجراحة العامة، في اختصاصات العظم. عشان هيك لما المريض بيجي عند الطبيب، هذا الشيء مش معروف عند الناس، بيجي عند طبيب التخدير شو هدف هذا الطبيب؟ عنده عدة أهداف، أهمها إنه بده يفهم هذا المريض شو حالته الصحية، هل في أمور، هل عنده أمراض، عنده أشياء ممكن تسبب مضاعفات خلال العملية أو حتى بعد العملية. يعني مثل هو الباحث بده يجي بده يدور على الإشي بالتفاصيل، بده يبحث بالإجراءات اللي حصلت، إذا كان هذا المريض صار معه عمليات قبل، إذا كان صار معه مشاكل بالعمليات من قبل، بده يحدد شو هي المشاكل. تشخيص متكامل. نعم. بده يشوف هل هذا المريض عنده حساسية على شيء دواء، هل ممكن يسبب صدمة حساسية خلال العملية بالأدوية اللي هو حيستعملها. لازم يعرف طبيب التخدير أي دواء عم يستعمله المريض. في تحاليل؟ نعم. لا، أي دواء، مثلا دواء للضغط، دواء للسكري، دواء لأمراض وراثية، دواء لأمراض، أي دواء ممكن عم يستعمله المريض خلال الأسبوع من قبل العملية أو حتى قبل وهو مستمر على استعماله. ليش؟ لأنه في أدوية المطلوب أنه تتوقف قبل عملية التخدير، لأنه هذه الأدوية ممكن تتفاعل مع أدوية التخدير وتسبب يألا تحفيز لمفعول هذه الأدوية، وهذا ممكن يسبب مضاعفات، أو ممكن يقلل من مفعول الأدوية، وهذا ممكن يأثر على مستوى التخدير خلال العملية. فمن شان هيك طبيب التخدير لازم يعرف كل الأدوية اللي بناخدها، لازم يعرف كمان إذا نحن مندخن ولا لا، لأنه التدخين ممكن يسبب أمراض بالرواية، وهذا طبيب التخدير لازم يعرف إنه هذا المريض قديش عنده ضرر بالتدخين في الرواية تبع المريض، أو ضرر بالشرايين الدقيقة اللي هي ممكن تكون مسدودة أو بسبب التدخين ومضار التدخين. بعدين بالمرحلة الثانية بيطلب من المريض انه يخبره عن حالته الصحية بكل تفاصيلها، يعني عن حالة القلب كيفية، هل هو عنده مشاكل بالقلب، اذا ايه ولا لا. لازم يخبره على حالته اذا كان بيعمل الرياضة، يعني في اسئلة روتينية نسألها للمرضى. نعم. لنعمل تقييم لحالة القلب لهذا المريض، مثلا هل بيقدر يطلع على الدرج، في تصنيف بالجمعية الأمريكية انه اذا مثلا بيقدر يطلع على الطابق الرابع بدون ما يصير معه قصور بالتنفس ولا شيء، يعني هذا ممكن، هذا اذا بتدل طبيب التخدير هول الأسئلة بيدلوا هل هو لازم تسقط، يعني يفتح عينه على شيء ممكن يحصل معه خلال العملية، هل مطلوب أنه يعمل فحوصات أكثر. نعم. يعمل ممكن إجراء صور أو تحاليل زيادة خاصة بهالإشي، يعني استعداده الكامل كصحة وكجسد وكمان ربما نفسي. حنرجع
حنكمل. وفي مصطلح يمكن متعارف عليه مؤخرا لكن في ناس كثير ما تعرف تخديره الآمن حنتعرف عليه، لكن خلونا نطلع فاصل قصير جدا وراجعين ومكملين معكم، خليكم مع السماع. سمعين برنامج طبابة ألف ومكملين معاكم، واليوم ضيفنا من مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب، وبنتكلم عن التخدير مع استشاري التخدير الدكتور عمر عيتاني. وصراحة يعني تعرفنا على التخدير، تعرفنا على دكتور التخدير اللي ساعة الجد بس نسأل عنه، اللي لما يكون في عملية جراحية نقول لازم نشوفه. دكتور، أشوف أنه في مصطلح تخدير آمن، هل في تخدير غير آمن؟ إيش هو التخدير الآمن؟ التخدير الآمن حاليا نحن بس يعني منحاول أن نخلي الناس تطمن خلال عمليات التخدير، لأنه بالأساس عمل طبيب التخدير في كثير ناس ما بتعرف شو عمل طبيب التخدير. طبيب التخدير عمله الأساسي هو تقييم حالة كل المرضى، تقييم المخاطر اللي حيتعرض لها المريض خلال وبعد العملية وقبل العملية، وتصنيف هذه المخاطر. هلا حاليا هل نحن بنقول هل في حدا مثلا ما ممكن يخدره؟ لا، كل العالم ممكن تتخدر شو ما كان الحالة تبعها، ولكن ليش تخدير آمن؟ لأنه نحن في نوعين من المخاطر اللي حنتعرض لها خلال العملية. في مخاطر ممكن نسيطر عليها وممكن نتعامل معها، هيدي مثلا مثل واحد مثلا عنده مرض السكري، او واحد عنده مرض ارتفاع بالضغط، او واحد عنده مرض الغده مثلا الغده الدرقيه. نحن بنعرف انه مثلا اذا في مشاكل بالسكري عالي مثلا، نعرف انه اذا تعرض هذا الشخص للتخدير بهذه الحاله ممكن يؤدي لمضاعفات خطيره قد تؤدي للموت. مشان هيك بهذه الحاله نحن بنرفض انه نعمل العمليه وبنطلب تاجيل العمليه لحين ما يتحسن وضع المريض يعني نصلح له مثلا مستوى السكري، او نصلح له مستوى الضغط، او نصلح له مستوى الهرمونات من الغده الدرقيه، لانه بنعرف هولي اشي نحن انه هاي اشياء كثير خطيره. لنقدر نقص من الخطر نطلب تصحيح هدول الأمراض مثلا، وهون أخطار هن ممكن السيطرة عليها إذا بدك. ولكن كمان في مخاطر نحن مطلوب منا نتعامل معها خلال العملية، مثل مثلا إذا كانت عملية كتير كبيرة تسبب نزيف حاد خلال العملية. بهالوقت نحن مطلوب منا أنه نتعامل مع هذا النزيف بشكل جدي، ونعرف الوقت اللي هو لازم نعطي فيه الدم أو نعطي فيه المحلول لنحافظ على مستوى ارتفاع الضغط، مستوى الضغط بالجسم. فهول نوع أنواع المخاطر اللي نحن بنتعامل معها. هول شغلة حكيم طبيب التخدير خلال العملية. هل التخدير هو آمن؟ نعم التخدير آمن. كتير ناس بيسألوني قداش في خطر واحد أنه مثلا يصير معه مشكلة خلال العملية. صحيح. جوابي أنا نفس الخطر إذا طلع بالطيارة وسافر من السعودية على أمريكا، نفس الخطر أنه توقع فيه الطيارة، عرفت علي كيف؟ هو فعليا نفس الخطر، يعني خطر كتير 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 بعيد، عرفت علي كيف؟ السبب ليش الخطر كتير بعيد؟ لأنه نحن حاليا بسبب يعني طب تطور، يعني أنا اليوم اللي بقول لك إنه من 5 سنين لهلأ التخدير تغير كليا، من 10 سنين لهلأ تغير كليا، من 15 سنة لهلأ صار في كتير أشياء تغير، صار في تطور أو سواء بالمعدات الطبية، سواء تطور بالأدوية، تطور بالمعاملة مع طريقة التخدير، تطور بالمراقبة خلال العملية، معدات المراقبة. فنحن في عنا حاليا معدات كتير متطورة وموجودة نستعملها خلال التخدير، وهذه المعدات بتخلينا نحن نغوص غوص كامل بجسم المريض طبعا بفكرنا، ونتابع كل لحظة
مع كل نبضة شو ممكن يحصل معه خلال العملية. وهي شغلة حكيم طبيب التخدير اللي بيكون واقف على حد المريض من لما يغيب عن الوعي المريض لحد ما بيطلع على غرفة المراقبة بعد العملية بعد انتهاء العملية. منشان هيك أصبح التخدير حاليا عملية آمنة جدا، عملية آمنة جدا بسبب هذا التطور العلمي والتطور اللي حصل والمعدات التخدير. مثلا من زمان كان الناس يخافوا انه مثلا يقول لي المريض ما بدي تعطيني جرعه كبيره بموت. اكيد المخاوف انا متاكد انها فكاهه لوحدها. حاليا اصبح اغلب ادويه التخدير اصبحت هي شورت اكتنج، يعني مفعوله كثير قصيره. ربما دكتور في كمان اللي بيقولوا لك انه مثلا اعطيني بالعكس الجرعه كبيره عشان ما اصحى خلال العمليه. صح في ناس بيطلبوا ان هم يكونوا غايبين كليا عن الوعي. لو انا حطلب ده الطلب اكيد. في كتير ناس بحبوا هيك، بس هيدا الشيء ما مش على طول هيدا الشيء هو الامن. بعد شوي بنحكي على انواع التخدير بنلاقي انه في اشياء يعني ممكن تكون اكثر امانا من انه واحد يكون غفلان كليا. حاليا الادويه التخدير يعني اغلبها بشكل كتير كبير اصبح مده الادويه كتير قصيره. طبعا بعدها إلى علاقة بالوزن وبحجم المريض وإذا كان طفل أو كبير، طبعا هذا بعدها إلى علاقة فيها، ولكن طريقة تركيب الأدوية وتصنيعها وتعليبها بالإبر تبعولة أصبحت آمنة. يعني صار صعب كتير أنه الواحد يعطي جرعة أكثر من اللازم لمريض. عرفت عليك. وطريقه اعطاء الجرعات اصبحت امنه اكثر. ليش؟ لانه صار في مثلا في شيء اسمه دبل تشيكينج، انه واحد بدي انا اطلع اتاكد انه هذا الدواء اللي انا بدي اعطيه صح ولا لا، الجرعه هي اللي بدي اعطيها صح ولا لا. في حدا بيكون معي هو مساعد طبيب التخدير اللي هو بيكون ممرض اختصاصه بالتخدير، دارس كمان التخدير، فكمان هذا مطلوب منه انه يراقب نفس الشيء معنا. هذا جعل عملية التخدير عملية كتير آمنة. صحيح. ولكن لا يخفي أنه في أحيانا مثلا بيحصل إشياء أنه نحن نكون ما معنا خبر فيها، مثل مثلا مريض بيكون عنده مرض وراثي هو ما معه خبر فيه. هو ما يعرف أنه هو عنده في مرض هو ارتفاع الحرارة المفاجئ خلال عملية التخدير. هون أشخاص بيكون عندهم مرض وراثي بجسمهم بيسبب ارتفاع خطير لدرجة الحرارة ممكن يؤدي للموت. هذا المرض الوحيد اللي هو ممكن يتسبب في اللي هو المرض دكتور معلش هو ارتفاع الحرارة مالجنت هايبرثيرميا. ارتفاع خطير بالحرارة خلال التخدير. هذا مرض كتير 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 قليل ولكن موجود. وطبعا بكل مستشفى وبكل غرفة عمليات في عندهم بروتوكولز وفي عندهم انديكيتر، في عندهم شيء بدل انه هذا المريض بلش يعمل هذا الشيء. عساليتي فلما يسيطر عليه من بداية ارتفاع درجة الحرارة دكتور؟ طبعا من بداية في له علامات بتبلش تحصل بعد مباشرة بعد ما نبدأ عملية التخدير. ومباشرة طبيب التخدير لما ينتبه على هذا الشيء لازم يبدأ عملية كاملة بمعالجة هذا المرض. عرفت علي كيف؟ في أدوية خاصة، في طريقة معالجة خاصة ممكن تصير. هذا شيء كتير 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 قليل لا يحصل، ولكن بيحصل، يعني ما بيحصل. وفي له علاج وفي له طرق معاملة خاصة لهدول المرضى. طب دكتور عمر، هل استشاري أو طبيب التخدير بيكون موجود خلال العملية كاملة مهما زادت طبعاً مدتها؟ طبعا يعني طبعاً. حتى لو الإجراء 16 ساعات حيكون موجود طبيب التخدير 24 ساعة بده يكون طبيب التخدير. في عمليات أخذت معنا 24 ساعة قانونيا لازم يكون موجود طبيب التخدير على كل عملية من حين ما يدخل المريض على غرفة العمليات لحين ما يغادر غرفة العمليات بده يكون معه طبيب تخدير مسؤول عنه ومتواجد في داخل غرفة العمليات. إذا كان هذا الطبيب طبعا هو إنسان مثل كل العالم، إذا كان مثلا مضطر يخرج يظهر من غرفة العمليات بيكون في بديل يبقى يسلم طبيب تاني بنفس المستوى
للشخص هذا المريض وهو بيروح وبيرجع بيستلم مطرح وحدا تاني نفس المستوى أو استشاري أو نعم. دكتور عمر في مصطلحين حضرتك ذكرتهم تحت الهواء، التخدير الناحي والمناطقي صح أو لا؟ نعم. يعني أنا بالنسبة لي يعني جدا جديدين هذول المصطلحين، لو تعرفنا عليهم. نعم، التخدير الناحي هو هذا يعني من خلال الخمس سنين اللي اجوا صار في تطور كثير قوي بالنسبه للتخدير. التخدير الناحي هو تخدير فقط عضو اللي حيخضع للعمليه، يعني مثلا اذا واحد بده يعمل عمليه بايده او او باجره او عمليه تحت السره، مثلا كسر ايده كسر اجره عنده بده يعمل هدول، نحن ممكن بكتفه نحن ممكن نخدر مثلا فقط الكتف، هو بيبقى المريض صاحي. ممكن نخدر مثلا بس الايد، ممكن نخدر بس الاجر، هذا تخدير الناحي. يعني مثل عند طبيب الاسنان لما بيجي بخدر لك سن وبيسوي لك ما بتحسش بشيء. حاليا التطور اللي صار هو انه اصبحنا نعمل هذا التخدير عن طريق التصوير الصوتي بمساعدة مكنة التصوير الصوتي. جميل. اصبح طبيب التخدير حاليا بيصور العصب المسؤول عن منطقة العملية وبيحط أدوية مخدرة اللي هي local anesthetic، أدوية موضعية حوالين العصب المسؤول عن هذه العملية وممكن الجراح ممكن يعمل العملية والمريض بعضه صاحي. حتى في عمليات إذا كان المريض هو حالته تسمح ممكن يتفرج معنا على العملية شام يعمل الجراح وممكن يحكي معه ويتفاعل معه. يعني هذا موضوع يمكن في ألف سؤال يجي في بالي فيه، لكن بعد الفاصل دكتور عمر نستأذنك، حنطلع فاصل قصير وراجعين ومكملين معكم. اليوم بنتكلم عن التخدير مع دكتور عمر عيتاني استشاري التخدير. كل سؤال عندكم أبدأ أوجهه على 012-616-1100، لو اتصال لو رسالة حيكون على رقم الواتساب على 055-66-8901. مكملين معكم واليوم بنتكلم عن التخدير مع استشاري التخدير الدكتور عمر عيتاني من مستشفى الدكتور سليمان الحبيب. تكلمنا عن حاجات مرة كثير صراحة، استفدت مرة كثير، تعلمت حاجات مرة كثير، لكن استوقفنا آخر شيء قبل الفاصل إنه في عمليات جراحية بيكون فيها نوع من أنواع التخدير، المريض بيشوف العملية مع هذا الشيء اختياري دكتور عمر ولا هو يعني كيف بيصير هذا الشيء؟ بصراحة هو طبعا موافقة المريض هي أساسية، الموافقة المسبقة. يعني إحنا لما بيجي على العيادة من بعد ما يحدث تقييم حالة صحية تبع المريض، طبعا طبيب التخدير رح يختار طريقة التخدير اللي هي أكثر أمانا للعملية. هلا نحن مثلا أحيانا إذا واحد لنفترض عنده عملية بإيده وعنده مشاكل صحية بقلبه وعنده مشاكل بالرواية وعنده مشاكل بالكلاوي قصور بالكلى، فطبعا التخدير العام ما بقى التخدير الآمن لإله هو هذا الشخص، فهو صار التخدير الآمن لإله هو التخدير الناحي، إنه نحن مثلا بدنا نبنجله بس إيده وبيقدر يعمل العملية بدون ما يتعرض لتخدير عام وبدون ما نعرض للعرض القلب والرواية للضغط والسترس اللي بيحدثه العملية. هلأ كثير ناس بيخافوا، بقول لك انا كيف، ما بيكونوا موافقين انه حيقدر يعمل العمليه بالتخدير الناحي هيدي. مشان هيك نحن بنقول لهم يعني او بنقترح على المرضى انه مع التخدير الناحي بنعطيهم ادويه منومه بالمصل، ولكن هي مش ادويه مخدره، هو بينام المريض بس ما بيكون مخدر. فين اذا يعني اذا حكينا معه بيرد علينا، اذا تركناه بيخفى بينام. هذا ممكن هذا بيقرره هو طبيب التخدير في خلال العملية. إذا لقينا نحن المريض عنده توتر عالي خيفان وهيك، نعطيه هول الأدوية حتى
حتى نخفف من التوتر ونسمح لإجراء العملية بشكل كامل. أحيانا في مرضى لا بيكونوا مستوعبين هذا الشيء وحابين إنهم يشوفوا مثلا خاصة عند الأشخاص اللي الرياضيين اللي بيعملوا عمليات كتير بالركبة تبعهم بتصير بواسطة الناضور بيحبوا يشوفوا شو صار بركبتهم وشو صار شو هو اللي مسبب لهم الألم وين الرباط المقطوع وكيف الجراح عم يسوي. فهذا الشيء أصبح ممكن يحصل بسبب تطور التخدير الناحي عند الأطباء التخدير. كمان في مثلا التخدير النصفي اللي هي اي عمليه ممكن تحصل تحت السره من السره لكعب الهجرين يعني بالنصف الاسفل بالنصف السفلي لجسم الانسان. نعم. خاصه مثلا بعمليات المسالك البوليه. مثلا بعمليات المسالك البوليه جراح المسالك البوليه محتاج انه يستعمل بالناضور يستعمل كميات كبيرة من الماء اللي هو المصب لحد ما يقدر يشوف ما يقدر يدخل بالمثانة والمسالك البولية ويشوف مثلا إذا عنده خاصة إذا بده يشيل حجرة من مجرى البول لازم يشوفها الحجرة وين موجودة ما بيقدر يشوفها إلا ليضخ كميات ماء مياه داخل المجرى البول لحتى يقدر يشوفها. هدول كميات الماء ممكن يصير لهم امتصاص بمجرى البول وممكن يسبب مضاعفات. هاي المضاعفات نحن ما بنقدر نعرفها اذا كان المريض تحت بنج كامل. مشان هيك نحن بنقول للمريض نحن رح نعمل لك بنج نصف لهالعمليه لانه نحن محتاجين نراقب وعيك خلال العمليه. اذا انت وعيك خف او وعيك تغير ثلاث ساعه في عنا فحوصات دم ممكن لازم تحصل في ادويه لازم نعطيها فنمنع هاي المضاعفات انها تسبب خطر على حياه المريض. وبالتالي في حال مثلا نحن كنا بلجنا هذا المريض بنج كامل بنج عام يعني هذا رح يسبب لنا عدم درايه بهاي المضاعفات. مشان هيك الطبيب التخدير بصر بهول العمليات انه نحن لا لازم نعمل بنج نصفي. احيانا المريض بيرفض لانه له حق المريض يقول انا لا ما بدي اعمل بنج كامل وبدي يكون نايم كليا وهيك بحق له يعمل هذا الشيء. الطبيب التخدير بهالحاله مطلوب منه يشرح مضبوط لهذا الشخص للمريض انه انت عم تعرض حالك لخطر اعلى من العاده نحن ممكن نعمل العمليه بخطر اقل. وفي احيانا ممكن الطبيب التخدير انه يرفض انه يعمل العمليه بنج كامل بسبب انه ممكن تكون خطوره كثير عاليه. مثلا عند الولاده القيصريه بسبب انه المراه الحامل في بصير عندها تغيرات فيزيولوجيه خلال الحمل منها تغيرات بالقصب الهوائيه وبالتنفس تغيرات بالدم تغيرات بضخ القلب تغيرات بالرئة. هذا بيؤدي لصعوبة خلال عمليات القيصرية. صعوبة من ناحية انه ممكن تنبيب انه وضع المرأة الحامل على جهاز التنفس الاصطناعي ممكن يصير صعب ممكن يسبب لها خطورة عالية. مشان هيك نحن بنقول لهم انه لا نحن مطلوب منا انه نعمل بنج نصفي لنجري عمليه القيصريه وبنشرح لهم انه هيدا البنج النصفي هو البنج الامن اكثر امانا خلال لنقدر نعمل العمليه من ظهر الولد بشكل امن. وكمان بشكل خاص كمان البنج العام لما نحن بنحط مراه حامل تحت بنج عام كل الأدوية اللي مستعملها للمرأة الحامل بتروح عند الولد وممكن الولد يطلع مخدر وهذا بيسبب مضاعفات كمان عند الولد. بينما البنج النصفي لما نعمل بنج نصفي لمريضة حامل بتعمل عملية قيصرية ما بيروح عند الولد الولد بيضل بحالته الصحية ووعيه الكامل والطبيعي. فمشان هيك يصبح التخدير النصفي بهالحالة آمن أكثر من التخدير العام.
كمان نحن ممكن نستعمل اللي هو التخدير لل او علاج الالم بالابيدورال يعني للولادة الطبيعية. الولادة الطبيعية كمان هيدي من زمان كانوا يعطون ادوية بالمصل مشان يخففوا الالم، ولكن حاليا ما بقى حدا عم يعمل هذا الشيء، صرنا كلنا بنحط ميل بال فوق الجافة بالابيدورال سبيس، وهذا نحقن فيه أدوية بيخلي المريض تقدر تجري عملية الولادة الطبيعية بدون ما تشعر بألم، بدون ما تشعر بشيء. هذا الشيء المتطور اللي حصل بالتخدير، وأصبح وجعل عملية التخدير أكثر أمانا من أيام زمان، من أيام قبل. دكتور معلش بس يعني احنا فعلا يعني هذه حاله جدا جميله، انه حلو الحاجات الاختياريه هذه كلها والامور هذه كلها، لكن في شخص ربما يكون الخوف عليه اعلى، نسبته اعلى بالنسبه لل مثلا كبار السن او الاطفال. هل هي نفس الاجراءات والتحاليل والفحوصات والتشخيصات والامور هذه كلها او لا؟ يعني كيف بيكون التعامل في تخدير الاطفال اللي هم جدا صغار والكبار؟ هلا طبعا تخدير الاطفال هو اختصاص، جزء من اختصاص التخدير، طبيب التخدير يعني اللي بيعمل في نوعين الاطفال، في عمليات الاطفال العاديه، في عمليات الاطفال المتقدمه اذا بدك، اللي هي عمليات التشوهات، العمليات الكبيره يعني. ايوه الكبيره. العمليات العاديه اللي مثلا عمليه الزايده او عمليه هذا التونسيلكتومي، العمليات الصغيره يعني مثلا التطهير، عمليه التطهير، هؤلاء عمليات ممكن اي طبيب تخدير ممكن يعملها، ولكن عمليات التشوهات الخلقيه، العمليات الكبيره، هذه بحاجه لطبيب اختصاصي بالتخدير الاطفال، لانه تخدير الاطفال يعني هو في له طريقه خاصه، طريقه معينه لتجرى عمليه التخدير بشكل امن، خاصه عند الاطفال، لانه بتعرفي انت الاطفال بتكون كثير في منهم عندهم بضلوا مرشحين، بضلوا مرضى، بضل عندهم التهاب بالزلعيم، وعندهم التهاب بالرئه مزمنه، او التهاب بالاذن مزمن، هدول بيسببوا مخاطر خلال عمليه التخدير. واكبر خطر على الاطفال هو انقباض العضلات التنفسية، هو ممكن يسبب اختناق للطفل. هل طبعا هاي دول اشياء طبيب التخدير لازم يكون عنده خبرة كتير عالية فيها، وعنده اجراءات خاصة بهذه الحالة لازم ياخدها، اجراءات سريعة ليمنع الخطر هيدا. مثل ما عرفت انه طبيب التخدير ما شغلته بس انه ينيم المريض، كمان شغلته انه يخلي العملية تكون امنة، في عنده كتير اشياء لازم يعملها او يجريها بشكل سريع ليمنع مضاعفات انها تحصل او خطر على المريض انه يحصل خلال العملية. ونفس الشيء بالنسبة للكبار بالعمر، طبعا الكبار بالعمر هم بيكون عندهم حالات خاصة، بيكون عندهم امراض مزمنة صار، بيكون عندهم امراض بالقلب، عندهم امراض بعدة اعضاء بالجسم، فطبيب التخدير كمان مهمته انه يشوف اي هو نوع التخدير اللي هو اكثر شيء امان لهالاشخاص تمنع يصير في مضاعفات خلال العمليه او بعد العمليه. الله يسعدك دكتور. حنطلع فاصل وحنرجع في ختام حلقتنا في برنامج طبابه الف، خليكم على السمع. وصلنا لختام حلقتنا اليوم مستمعينا، وطبعا استفدنا كثير، لكن عندنا هذه الفقرة الأخيرة في اللي حاب يسأل سؤال على 055-66-8-66-89-01، رسالة واتساب تقدر تتوجهوا فيها بأي سؤال عن التخدير. تعرفني على حاجات كثير دكتور عمر عن التخدير، وكنا وقفنا عند اللي هو الأطفال وكبار السن. نعم،
طبعا هلا هن الكبار السن، كبار السن في لهم طريقه خاصه بالتخدير، لانه في عندنا خوف، مش خوف، في عندنا نحن مضاعفه ممكن تحصل بعد التخدير، ممكن المريض كبير السن يسبب له هذيان او يسبب له عدم وعي او بصير بيضيع يعني شوي بصير هولي، لأنه بسبب العمر بسبب الدماغ طبعا أصبح حرم يعني. ففي عدة طرق بالنسبة للكبار السن لازم أنه لنتفادى هيدول المضاعفات أو أحيانا لنخففها قد ما فينا نخففها، لأنه حسب شو هي العملية بالنهاية. بالنسبة لكبار السن، بالنسبة للأطفال في لهم طرق خاصة بالتخدير، وغيرهم احيانا ادويه خاصه كمان تتعلق بنوع الامراض اللي مزمنه معهم، خاصه الاطفال. في امراض وراثيه مثلا عند الاطفال بنعرف نحن انه هيدي بتسبب مشاكل كثير كبيره بالتخدير، ولازم ناخذ لها احتياطات كثير عاليه، لازم ناخذ لها في لها معدات خصوصي ممكن نستعملها كرمال نمنع هيدي المضاعفات. وهيدي مهمة طبيب التخدير، مثل ما قلت لك يعني هو طبيب التخدير أساسا مهمته هو التقليل من المضاعفات ومحاربتها ومنعها أن تحصل خلال العملية وبالفترة القريبة بعد العملية التخدير. ألو أي دكتور معك. طيب عندي كمان سؤال، يعني يتهيألي هذا السؤال لازم يتسأل، يعني هل ينتهي دور التخدير فيما قبل العملية وخلال العملية، أم لي دور بعد العملية في الشفاء الاستشفاء أو الفترة للنقاهة أو التخلص من آلام معينة، ولا بيكون دور بس مجرد ما يفوق المريض هنا خلاص انتهى دور عملية التخدير؟ أبداً. فطبيب التخدير كمان عنده مسؤولية، هو علاج الألام، علاج الألام الحادة اللي هي نجمت عن العملية. وحالياً بسبب تطور البنج الناحي اللي هو الريجنال أنستيزيا، أصبحنا عم نقدر نسيطر على الألم الحاد اللي مسبب من بعد العملية مباشرة، وكمان أصبح عنا طرق علاج للألام المزمنة. هذه كلها مسؤولية طبيب التخدير. في عمليات كانت تسبب ألم كتير 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 قوي، كانت تمنع المريض من إنه يقوم من التخت لحتى يقدر يمشي أو يتحرك. طبعا كل ما تأخر المريض بالتخت كل ما كثرة المضاعفات وكثرة المشاكل المخاطر بعد العملية. منها مثلا عملية تبديل الركبة من ركبة صناعية، هذه عملية هي كتير كتير مؤلمة، جدا مؤلمة، ويمكن الألم يرافق المريض 10 أيام ل15 يوم، يمنعه إنه يتحرك. وهذا بسبب تطور البنج التخدير الناحي ووجود عملية وجود مكنة التصوير الصوتي إدخاله على هذا على اختصاص علاج الألام حاليا، أصبح طبيب التخدير عنده القدرة إنه يقدر يشوف الأعصاب كلياتها المسؤولة عن الألم، مش بس الأعصاب، عنده القدرة كمان إنه يقدر يفرق بين الأعصاب. في نوعين من الأعصاب، في الأعصاب المسؤولة عن الحركية اللي هي اللي بتسمح لنا إنه نحرك إيدنا أو نحرك إجرنا أو نقوم أو نمشي، هدول أعصاب حركية اسمها. وفي الأعصاب الحسية اللي هي مسؤولة عن بس فقط عن الألم، هي ما بتمنى أعصاب مسؤولة عن الحركة، مسؤولة بس عن الشعور بالألم. بسبب هاي المكنة التصوير الصوتي أصبحنا بنقدر نفرق وين هو العصب هاي المسؤول عن الألم، وممكن نعطيه نحاصره بأدوية هي لوكال أنستيتيك، يعني أدوية بتخدر هذا العصب بمطرحه وبتمنع الألم أو على الأقل بتخفف 90% من الألم 80% من الألم. وهذا الشيء بيسمح لنا أنه نخلي المريض يقوم المتخذ بشكل سريع جدا، وبيخلي المريض يقدر يبلش علاج الفيزيائي تبعه.
وبيسمح للمريض بالمستقبل انه يعطيه مدى حركيه لاجراء افضل وممكن مشي اسرع وممكن. والاهم من هيك هذا الشيء عنده حسنه انه بيسمح للمريض انه يخفف من وجوده بالمستشفى. وبتعرفي انت حاليا ان الوجود بالمستشفى كل ما واحد طول بالمستشفى كل ما معرض لخطر انه يصير معه التهابات، خطر انه يصير معه مضاعفات، خطر انه يصير معه مشاكل ثانيه. وكمان مستوى الالم عند اي مريض ممكن يسبب له مضاعفات تانية. يعني مثلا اذا عندنا مريض درجه الالم ممكن تسبب مضاعفات. نعم طبعا. اذا مريض مثلا عنده انسداد بشرايين القلب او هو مريض بشرايين القلب وعرضناه لحاله الم عاليه ممكن يسبب ضطحه بالقلب، ممكن يسبب انفجار لشريان. اذا عنده شريان معرض لانفجار وسبب له الم كثير عالي ممكن ينفجر، بصير معه نزيف بالدماغ، بصير معه نزيف في عرفتي. فعلاج الالم هي مسؤوليه حكيم التخدير، وعلاج الالم بيبدا بعلاج بالادويه. هو حكيم طبيب التخدير بيعرف مستوى الالم لكل عمليه بحكم خبرته، بحكم النصائح اللي بتعطيها جمعيات التخدير العالميه والدوليه. لكل عمليه بيعرفوا انه هذا العمليه درجه الالم كثير عاليه، فالمفروض نعمل هذا الشيء، المفروض نعمل تخدير ناحي، المفروض هذه العمليه مثلا لا بتكفي ادويه بالمفصل، هالعملية محتاجة لأدوية مستمرة بالمفصل اللي هي أدوية رسالة. هذه مسؤولية طبيب التخدير، وهو ممكن يتابعها وممكن ممكن يعطيها العلاج المناسب. علاج المناسب. في كتير ناس كانوا بيخافوا يعملوا عملية الركبة لأنه عرفوا إنه بتسبب ألم كتير قوي، فهن بيكونوا مش خايفين من الألم أكثر من العملية، ما بدهم يعملوا عملية لأنه ما قادرين ما حابين يشعروا بهذا الألم. بس ولكن حاليا صار في طرق كتير متطورة، وهي العملية أصبحت عم نقدر نعملها. المريض بيشعر بألم كتير كتير خفيف بالنسبة للألم اللي كان بيشعروه بالقبل من زمان. وكمان سمح لنا أنه نقص من وقت وجوده بالمستشفى، من كان يقعد 5 أيام لعشر أيام بالمستشفى فقط لعلاج الألم طبعا. حاليا 3-4 أيام ممكن يفل على بيته، ممكن يمشي، وممكن يستعمل الركبة الصناعية كأنها ركبة طبيعية بشكل كتير فعال، ويرجع لحياته الطبيعية بشكل سريع جدا. يعني التخدير يعني فكرة لا يمكن تجاهلها، ما هي زي أول، تطورت وتغيرت وحاجات كثير ممكن تنتهي من هذه الاستفسارات كلها بمجرد وجودك مع استشاري التخدير الخاص بالعملية اللي حيتم إجراءها وترتاح من هذه الناحية. في نفس الوقت لابد من عدم تجاهلها، لأن هي ما هي شيء في يد المريض، هي حقيقي كلها في يد الطبيب الاستشاري التخدير. حلقتنا هنا انتهت، لكن والله الحوار حقيقي كان مفيد وحقيقي مثمر وحقيقي معلومات جديدة جدا دكتور كانت غائبة عننا تماما حتى بمصطلحاتها. شكرا لوجودك معنا حقيقي. شكرا لك. دكتور عمر عيتاني استشاري التخدير في مستشفيات الدكتور سليمان حبيب، حقيقي يا جماعة الخير اللي انضم لينا الآن، خلال ساعات الحلقة حتكون موجودة على اليوتيوب، ما أبغاكم يعني تفوتوها أبدا. حصيلة معلومات حقيقة تستثمر فيها في بنك معلوماتك للناس اللي حولك من باب الإطمئنان والراحة، وكمان الحصيلة المعرفية حتزيد كثيرا. شكرا لكم على حسن الاستماع، شكرا لكم مستمعينا، وأقول لكم استمتعوا بأحلى عطلة نهاية أسبوع، على أمل جد لقائي فيكم الأحد القادم بإذن الله. حلقة جديدة من برنامج تيمبو 10 الصباح، كنت معكم نهى سعدي، شكرا أحمد موسى من الكنترول، فما الكريم وانتبهوا لبعض.